تحية لجميع الأخوات والإخوة في حلقة جديدة من برنامج ما وراء الأحداث. في حلقة اليوم سنحاول أن نحلل استراتيجيا ما يجري في معبر القرقرات، ولكن من زاوية المخاطر التي تحيط بدولة موريتانيا. ثلاث مخاطر تحيط بموريتانيا اليوم. الخطر الأول يأتي من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الخطر الثاني يأتي من البوليزاريو، والخطر الثالث والأكبر يأتي من الجزائر. ثلاث أنواع من المخاطر متكاملة تبين لنا ما سنصل إليه في نهاية هذا التحليل، بأن هناك مشروع خطير اشتغلت عليه الجزائر طيلة 10 سنوات إلى 12 سنة الأخيرة، لما غيرت الاستراتيجية وباتت تعرف بأنه لن تصل إلى المحيط الأطلسي عن طريق المنطقة العازلة، وإنما تحاول أن تستعمل ورقة البوليزاريو من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي عن طريق شمال موريتانيا، وهذا هو الخطير. أوضح، ولد عبد العزيز اشتغل طيلة ولايتيه على خدمة الجزائر. كيف وقع هذا الانقلاب؟ كيف انقلب من علاقته بالمغرب إلى خدمة الجزائر؟ الجزائر وظفت عرافة، يجب أن ننتبه جيدا، هي قامت بقراءة سيكولوجية لولد عبد العزيز، قدمت عرافة، بنت لولد عبد العزيز أسطورة تقول له بأنك إذا اقتربت من المغرب ومن ملك المغرب وسلمت على ملك المغرب فإن حكمك سينتهي، ولد عبد العزيز حكمك سينتهي إذا اقتربت من ملك المغرب. معروفة هذه المسألة لدى الموريتانيين. هذه العرافة ستلاحظون كيف وظفت، هي عرافة موريتانية لها علاقة عموما مع أحد قيادات البوليزاريو الذي هو ينتمي إلى موريتانيا. المخابرات الجزائرية دخلت من هذه النقطة، أدلجت ولد عبد العزيز وبات يشتغل ضد المغرب، والآن لما انتهى حكمه هو يشعر بأنه سيصل إلى المحاكمة، فيقوم بمحاولة زعزعة الاستقرار داخل موريتانيا عن طريق لعب ورقة البوليزاريو وعن طريق تمويل الميليشيات الموجودة ديال البوليزاريو وخلق مشكل في معبر القرقرات. هذا خطر أول. خطر الثاني وهو البوليزاريو. البوليزاريو انتشر في المنطقة العازلة، وصل إلى الأطلسي، البعض منه لاحظنا الصور، مرة كان إبراهيم غالي منذ سنوات ومرة بعض الميليشيات، هو يصل عبر شريط شمال موريتانيا. البوليزاريو، وهذه استراتيجية الجزائر دائما هي وراء هذه المسألة، دفعت البوليزاريو إلى أن يصبح نواة ديموغرافية في شمال موريتانيا. انتبهوا جيدا، غيرت، تحاول أن تغير البنية الديموغرافية في شمال موريتانيا، وأصبح فيها البوليزاريو في مناطق زويرات وغيرها، وهذا مثلا ما يشرح كيف سهلت هذه العملية، عملية اغتيال ولد محمد فال الرئيس الموريتاني السابق الذي تم اغتياله من طرف المخابرات الجزائرية وبيد قيادات البوليزاريو، وتم تسليمه لموريتانيا لولد عبد العزيز، وهذه كانت تخدم ولد عبد العزيز. لماذا؟ لأن ولد عبد العزيز هو كان بالنسبة لهذا الشخص هو منافس له، وهو مقرب من المغرب، وكان يندد بتقارب ولد عبد العزيز بالجزائر. إذا البوليزاريو هنا انتشر في هذه في الشمال الموريتاني، عينه على الشمال الموريتاني. وراء كل هذا توجد الجزائر، مشروع قلت بأنه تم الاشتغال عليه طيلة 10 إلى 12 سنة من أجل أن يتم تغيير البنية الديموغرافية في شمال موريتانيا، يصبح فيها البوليزاريو. الجزائر إذا لاحظتم بأنها بدأت تدفع بالبوليزاريو منذ سنوات نحو المنطقة العازلة. لماذا؟ لأن هناك ضغط للمجتمع الدولي حول المخيمات، ضغط حول الجزائر، هي تدفع بالبوليزاريو هنا، وهي تريد أن تصل إلى المحيط الأطلسي عن طريق شمال موريتانيا. إذن شمال موريتانيا هو في خطر. لهذا فما يجري في معبر القرقرات إذا قرأناه استراتيجيا بمعنى على المدى ماذا تريد من ورائه المخططات الجزائرية،
هي تريد أن توقف هذا المعبر، المتضرر سيكون هو الشمال الموريتاني والجنوب الموريتاني، بمعنى أن تقوم بعملية فصل شمال موريتانيا عن جنوبها. لماذا؟ لأن هذا المعبر ليس كما روجت المخابرات الجزائرية عن طريق شفيق مصباح، هذا الذي زار موريتانيا يروج عن طريق مجموعة من المدونين بأنه عبارة عن علاقات بصل وطماطم، بصل ومطيشة. لا، ليس هذه المسألة، ولكن ما تريده الجزائر، تريده أن يكون هناك تحول جيوستراتيجي في المنطقة، تفقد معه موريتانيا، لأنها تعتبر، هي الجزائر دائما هذه النظرة، هي تنظر إلى موريتانيا بهذا الشكل، تقول بأنها ستستعمل دمية البوليزاريو كما استعملتها في نهاية السبعينات، تريد أن تستعملها في خلق فوضى داخل موريتانيا. لهذا هناك مشروع أخطر ومشروع توسعي كبير تريده الجزائر، ينطلق من شمال مالي إلى شمال موريتانيا، تريد أن تجعل هذه المنطقة بأنها منطقة عائمة فيها الكثير من الفوضى. لماذا؟ لأن الأنظمة العسكرية معروفة بأنها تشتغل وسط الفوضى. الجزائر هي نظام عسكري، وفي نسخته العسكرية الثانية مع هذا الدستور هو أخطر، يريد أن تكون هناك فوضى في شمال مالي، وفوضى في شمال موريتانيا، وفوضى تنتقل إلى داخل موريتانيا. لهذا الذين ينظرون إلى المعبر هم ينظرون فقط إلى هذه الزاوية، إلى شاحنات، إلى ميليشيات البوليزاريو تحمل الخرقة ديال البوليزاريو، وتحمل مجموعة من الأعلام الجزائرية، هذا واضح، وتقوم بعملية تخريب الطريق، هذا ما يظهر لنا. ولكن وراء هذه المسألة هناك مشروع جزائري خطير، الجزائر لا زالت تحاول الوصول إلى المحيط الأطلسي، وتعرف جيدا بأن المغرب لن يسمح بأن يكون هناك تغيير في المنطقة العازلة، يتعرف هذه المسألة، وتعرف أيضا ما يجري في المجتمع الدولي. لهذا فهي تريد خلق فوضى في شمال موريتانيا من أجل الوصول إلى المحيط الأطلسي. من ينفذ هذه المسألة؟ تنفذها ميليشيات البوليزاريو. هذه المسألة بدأت لما دخلت القوات الجزائرية، مثلا لما تحدث عن شريط، دخلت إلى شمال مالي تقريبا 4 إلى 5 كيلومترات وحاولت أن تمسح الحدود. نفس العملية تريد أن تقوم بها مع موريتانيا، أن تجعل هذه المنطقة شمال موريتانيا منطقة عائمة، وهي خلقت هذا الطريق، وتعرف جيدا بأن هذا الطريق الذي هو طريق شوم، طريق تندوف شوم، هو طريق خطير جدا. لماذا؟ لأن هذا الطريق هو تجمع للتنظيمات، للمنظمات الجريمة العابرة للقارات، هو طريق للتنظيمات الإرهابية. لهذا فإذا استمر هذا الوضع قد تفقد موريتانيا شمالها، وهذا هو الخطير. وهنا يجب أن يكون هناك نقاش مع الموريتانيين لكي ينتبهوا إلى هذه المسألة. موريتانيا تهم المغرب، هي عمقه الاستراتيجي، هي دولة لدينا معها روابط تاريخية، روابط اجتماعية، والعديد من الأمور التي هو تاريخ مشترك. لن يمكن أن يكون هناك سماح لموريتانيا بأن تتعرض لهذا الخطر. لهذا يجب الانتباه، هناك مشروع جزائري هو أضر بمالي وهذا ثابت، ويريد أن يضر بشمال موريتانيا، هكذا يفكر العسكر في نسخته الثانية داخل الجزائر، هو يريد أن يزرع الفوضى. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تستقر الدولة العسكرية داخل الجزائر بدون زرع الفوضى، سواء فوضى على الحدود الليبية، فوضى على الحدود التونسية، فوضى في شمال مالي، وفوضى الآن تصل إلى شمال موريتانيا، وهذا هو الخطير. هناك اشتغال على تغيير بنية ديموغرافية، لهذا هذه الزاوية التي يجب أن ننظرها من خطورة هذا الممر التجاري المحمي بالقانون الدولي، والمنطقة العازلة التي تشير إليها قرارات الأمم المتحدة. الجزائر تعرف جيدا بأن المغرب، بمعنى أن المغرب لن يسمح بتغييرات في المنطقة العازلة التي هي منطقة مغربية أعطاها للأمم المتحدة، وهي هذا، هي غيرت الاستراتيجية وباتت تراهن على الوصول إلى منفذ الأطلسي عن طريق الشمال الموريتاني. هذا هو الخطر الذي يجب الانتباه إليه، وهذه الحجج التي نقدم من خلال هذه عناصر التحليل. هناك ورقة عبد العزيز خطيرة، ولكن لا يعرف كيف يشتغل،
هو عسكري محدود على مستوى ثقافته، لا يفهم هذه الأمور، وظفته الجزائر واختارت له زوايا من أين تدخل له وتوظفه ضد المغرب. الآن هو يشتغل ضد موريتانيا، ضد مجموعة من الموريتانيين الذين يعرفون جيدا هذه المخاطر. والورقة الثانية هي البوليزاريو الذي هو يقوم بمثابة دمية الآن. إبراهيم غالي هو رضع حليب الجزائر، والبوهالي هو جزائري، إذا تحول حتى داخل البوليزاريو، يشتغلون لمشروع جزائري للوصول إلى الأطلسي، ثم الجزائر هي نفسها التي تخطط لمرحلة القادمة، وهي بدأت الفوضى في شمال مالي وتريد إيصال هذا الشريط من الفوضى إلى شمال موريتانيا وإلى للوصول إلى منفذ الأطلسي من أجل محاصرة المغرب وزرع الفوضى داخل موريتانيا. هذه هي الاستراتيجية الخطيرة التي تشتغل عليها الجزائر بهذه الأوراق. ما تنسوش تابوناو لاشين بناسا ومشاركة الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.